الرئاسة تقول إن تحويل إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل. بعد قرار أوروبي برفع الحظر عن تصدير السلاح للمعارضة السورية، نظام الأسد يعتبره معرقلا وواشنطن تدعم قرار أوروبا. المجرف يستقيل من رئاسة المؤتمر الوطني الليبي بعد إقرار قانون العزل. مساء في القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش، موعد بانوراما جديدة للأخبار. أهلا بكم. قال الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية إن مصر وإثيوبيا ستعملان على تلافي الآثار السلبية لسد النهضة، لافتا إلى أن الجانب الإثيوبي أكد عدم الإضرار بمصالح مصر من جراء بناء سد النهضة. كما شدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير عمر عامر على أن تحويل إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق لن يكون له أي تأثير سلبي على حصة مصر من مياه النيل. أنا عايز أعلم حضراتكم إنه هذا القرار الذي اتخذه الجانب الأثيوبي، يعني للرأي العام المصري أنا بقول هذا الأمر ما فيش أي تأثير سلبي على كميات المياه التي تصل إلى مصر. بمعنى إنه عايز أوضح حاجة مهمة، أي عمل هندسي أو أي إجراء هندسي أو مشروع هندسي على مجرى مائي تنفيذه بيتطلب أمرين، أحد أمرين. الأول إما أن يتم تحويل المجرى المائي عشان يكون فيه جزء جاف يستطيع أن هم ينشؤوا عليه المشروع، وده ما فعله الجانب الأثيوبي، وبالتالي إحنا بننظر إليه أنه هو إجراء طبيعي. أو أن يتم اقتطاع جزء من الأرض اللي بينشأ عليها المشروع لتكثيفه ثم يتم استكمال هذا المشروع. في لجنة ثلاثية زي ما حضرتكم عارفين كان المفروض انها تقدم تقرير. هذا التقرير يبحث فيه او بيدرس، او هذه لجنة ثلاثية تدرس الدراسات التي كانت تقدمت بها اثيوبيا عن سد النهضة. هذا التقرير الذي سيصدر من اللجنة الثلاثية مقرر لي أن يصدر باكر، وبالتالي ننتظر حتى نعلم ما يتضمنه هذا التقرير من معلومات، ثم نرى ما هي الخطوة الثانية التي سيتم اتخاذها. كما أكد أيضا وزير الموارد المائية والري محمد بهاء الدين، ذكر أن مصر لن تفرط في نقطة واحدة من المياه التي تأتيها من أعالي النيل، وأن بدء إثيوبيا في إجراءات إنشاء سد النهضة لا تعني موافقة مصر أبدا على إنشائه. وكانت إثيوبيا قد أعلنت بشكل رسمي صباح اليوم بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق الذي يعد أحد أهم روافد نهر النيل، وذلك إذانا بالشروع في بناء سد النهضة. على عكس أجواء التفاؤل التي سادت القمة الأفريقية التي أنهت للتو أعمالها بأديس أبيبا وفي خطوة اعتبرت فرضا لأمر واقع، أعلنت إثيوبيا وبشكل مفاجئ بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق الذي يعد أحد أهم الروافد الرئيسية لنهر النيل، وذلك إذانا بالبدء الفعلي لبناء سد النهضة. ومن مكان ما قرب موقع بناء السد بدأ تحويل مجرى النيل الأزرق من خلال قناة جانبية اكتمل إنشاؤها بالفعل، وصبت القناة المياه في المجرى الطبيعي خلف إنشاءات السد، حيث من المقرر أن تبدأ عملية إعادة مياه النهر إلى مساره الطبيعي بعد الانتهاء من البناء. ويرى الخبراء أن عملية تحويل مجرى النيل الأزرق تعد بالنسبة لإثيوبيا محطة مهمة في مرحلة بناء سد النهضة، معتبرين أن تحويل المجرى بمثابة إنجاز نحو 50%
من مراحل بناء السد، وبقيام إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق تكون قد استبقت نتائج التقرير الذي تقوم على إعداده لجنة مشتركة من الخبراء من مصر وإثيوبيا والسودان، وهو التقرير المزمع الانتهاء منه نهاية مايو الجاري. وتأتي هذه التطورات في ظل توقعات بأن توصل اللجنة في تقريرها باستمرار الدراسات حول آثار تشغيل سد النهضة على حصتي مصر والسودان من مياه النيل. وأشار بعض المراقبين أن الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الإضرار بحصة مصر من النهر، وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعدد هم 4 خبراء. ومما لا شك فيه أن مصر باتت الآن أمام تحدي يمثل أصعب اختبارات السياسة الخارجية العالقة منذ سنوات طويلة، وهو ملف المياه الذي شهد تطورا خطيرا بعد تحويل إثيوبيا لمجرى نهر النيل لاستكمال سد النهضة، الذي يرى فيه بعض الخبراء مصدر تهديد للأمن القومي المصري بسبب تخزينه لحوالي 75 مليار متر مكعب من المياه. وللمزيد من المتابعة معنا عبر الهاتف الدكتور عبد الفتاح شاهين وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس الشورى. دكتور عبد الفتاح، كيف ترى إعلان إثيوبيا يعني بدء العمل في تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة، كيف تعلق على هذا الأمر؟ دكتور عبد الفتاح شاهين وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس الشورى، هل أنت معنا؟ إذن نتحدث إلى الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشورى عن نفس الموضوع. دكتور محي الدين، يعني كيف ترى أو تعلق على إعلان إثيوبيا البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق تمهيدا لبناء سد النهضة؟ يعني أولا يعني من الناحية الهندسية وكمتخصص في هذا الأمر، تحويل مجرى النهر هو احد اعمال المرتبطه بانشاء السدود، وبالتالي هو عمل طبيعي هندسيا، يعني من الناحيه الهندسيه مفهوش جديد. يعني اي سد بيتعمل خاصه سد ضخم زي سد النهضة او السد العالي لابد ان يكون بالتوازي معه الناس تحويل لمجرى النهر. لكن هي النقطه، هل السد نفسه، وجود السد نفسه يؤثر على مخطط مصر المائيه؟ انا لا استطيع ان اعطي اجابه ولا غيري، ما تصحيح من الإجابة عند وزارة الري اللي عندها خبراء ري موجودين ومنتشرين بطول النيل وبطول روافده، وهي من تستطيع أن تقول هل السد يؤثر على مخطط المياه. إن كان يؤثر علي أن نتدخل، وعلينا أن نتصرف، علينا أن نأخذ موقف، وإذا كان لا يؤثر خلاص هذا حقهم، وهذه أرضهم، وهذه بلادهم، يستطيعون أن يفعلوا فيها ما يشاءون كما نحن في بلادنا ما يشاء. نعم، برأيك ما هي التداعيات التي يمكن أن تترتب على إقدام إثيوبيا على هذه الخطوة؟ شوفي، دعينا نحتاج أن الدور المصري في دول حوض النيل وفي القرن الأفريقي عامة يعني تراجع كثيرا وأصبح يعني إجمالا غير مؤثر. يعني إثيوبيا دولة تقريبا فيها يعني شبه مناصفة 60% 40% بين مسيحيين ومسلمين، مسيحيين كانوا أتباع الكنيسة الأرثوذكسية المصرية ثم انفصلوا، ومسلمين سنة. نحن في مصر لدينا الكنيسة الأم التي كانت يدعونها، لما استغل الكنيسة في إيجاد دور روحي وعلاقة إنسانية مع الشعب الأثيوبي، لما استغل الأزهر في إيجاد دور روحي وعلاقة إنسانية مع الشعب الأثيوبي، اللعب التي في أيدينا وما أكثرها، وحان الوقت لأن نعيد يعني حساباتنا واستراتيجياتنا في التعامل مع دول حوض النيل، خاصة أثيوبيا، يعني خاصة أثيوبيا، لأن النيل الأزرق هو الرافد الرئيسي لنهر النيل. ماذا ستكون أصداء إقدام إثيوبيا على بناء سد النهضة بتحويل مجرى النيل الأزرق في مجلس الشورى؟ هل تنوون عمل أي شيء؟ شوفي، انا اتكلم، يعني انا مش من مدرسه التهليك والتهليك وهذا الموضوعي، انا شكرا جزيلا الدكتور محمد محي الدين عضو مجلس الشورى، وعفوا لرداءة الصوت من المصدر. نفس الملف أيضا نتابعه مع الدكتور عبد الفتاح شاهين وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس الشورى. دكتور عبد الفتاح، بعد التحية، ما هي الآثار المترتبة على حصة مصر من المياه بعد هذه الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها إثيوبيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لتغيير مجرى نهر النيل النهارده النيل الأزرق والبدء في بناء سد النهضة فجأة، لا دي فيها رسالة. الرسالة أن الجانب الأثيوبي يعني لديه أجندة ولديه تخطيط ولا يفصح النية عنه. نعم. بدليل أن رئيس الجمهورية كان في اجتماع بالأمس مع الحكومة الأثيوبية وتم الإعلان عن تغيير مجرى نهر النيل بدون معرفة السيد رئيس الجمهورية. فدي هي دي الإشكالية، الإشكالية أن الجانب الأثيوبي ما فيش وضوح عنده في عملية بناء سد النهضة والغرض من بناء سد النهضة، هل هو غرض لتوليد الكهرباء أم هل هو غرض للتنمية الزراعية؟ فالأمور مش واضحة عن الجانب الأثيوبي. نعم، هذا الغموض أو عدم الوضوح في الموقف الأثيوبي أريد أن أعرف من حضرتك يعني تأثير ذلك على مستقبل مصر من مياه نهر النيل، حصة مصر من مياه نهر النيل، وهذا هو الذي يهمنا بالتحديد. أولا يعني زي ما بيقولوا هم ضرة نافعة، الشعب المصري يسيء استخدام المياه. عندنا لازم يكون في وزارة الموارد المائية إدارة رشيدة لاستخدام المياه في مصر. عندنا هدر في مياه النيل في المصب في البحر المتوسط، عندنا ورد النيل بيستهلك لوحده في السنة حوالي 5 مليار متر مكعب، عندنا زراعات كثيفة الاستخدام من الماء زي زراعة قصب السكر، زراعة الموز، زراعة الأرز، دي تستهلك كميات مياه عالية وتكلفنا يعني كيلو الرز لو انا بانتجه بيكلفني حوالي 10 جنيه، انا ببيعه 3 جنيه، في خساره. دكتور عبد الفتاح، يعني عدم الترشيد في استخدام المياه طبعا هذا سلوك سيء، ولكن المشكله الاساسيه الان في هذه الخطوه الاخيره التي اقدمت عليها اثيوبيا، وهي كانت معروفه من قبل من خلال بناء سد النهضه وهذا المشروع الخاص ببناء سد النهضه. هذه الخطوه التي قامت بها اثيوبيا مؤخرا وتحويل مجرى النيل الازرق، تاثير ذلك، هذا هو سؤالي بالتحديد، تاثير ذلك على حصه مصر من المياه في المستقبل. الأمور لم تتضح بعد لأن الجانب الأثيوبي فيه غموض، والغموض الدليل عليه أنه فاجأنا اليوم أو الأمس بتحويل المجرى رغم أن المفروض كان المجرى يتم تحويله في شهر سبتمبر القادم. فالتحويل الفجائي ذلك غموض وعدم وضوح في رؤية الجانب الأثيوبي. نعم. عندنا سد النهضة المفروض هيتكون بحيرة هتحتاج حوالي 75 مليار متر مكعب من المياه، هتتملي خلال 5 سنوات، سوف يؤدي ذلك الى نقص حصة مصر من المياه 10 مليار متر مكعب سنوي. عندنا حصة مياه النيل الواردة الى مصر الى بحيرة السد سنويا 55 مليار متر مكعب. الحصة دي لو الاستراتيجية ماشية وفيها وضوح هيأثر ذلك على مصر ب 10 مليار متر مكعب سنويا لحين اكتمال البحيرة والسد لأنه يحتاج حوالي 75 مليار متر مكعب. طب إزاء ذلك، ما هي الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها مثلا من مجلس الشورى إزاء هذه الخطوة التي قامت بها إثيوبيا، وحضرتك ذكرت أنه لها تأثير بالفعل على يعني مستقبل حصة مصر من المياه؟ ما هو أنا أقول لحضرتك مجلس الشورى هو يعتبر يعني جزء من الدولة وجزء من الحكومة وجزء من الرئاسة. البالي والجزء. ألو؟ مع حضرتك يا فندم. الو؟ مع حضرتك. يعني مجلس الشورى احنا في لجنه الشؤون الافريقيه كنا عاملين اجتماع يعني من حوالي يومين مع وزير الري ومع يعني جميع الجهات المسؤوله وفي انعقاد الاسبوع القادم. اما احنا دلوقتي كشعب مصري وكوزاره موارد مائيه يجب علينا ان احنا نبص الموضوع بقى بنظره مستقبليه. في حاجات بديله احنا ناقشناها ويمكن من يعني اقول لحضرتك ان بحيره فيكتوريا هي تعتبر مصدر من مصادر المياه في المستقبل، يعني المفروض ان يشق قناه هتوصل بالبحر المتوسط بحيث مكسره دي بيتساقط عليها ميه حوالي 300 مليار متر مكعب. يعني الموضوع فيه غموض، الغموض من الجانب الاثيوبي. يعني اقول لحضرتك البحيره الاستوائيه في افريقيا يتساقط عليها 1700 مليار متر مكعب، الموضوع مش موضوع ازمه مياه، لو في تعاون مع هذه الدول ووضوح للرؤيه وفي تعاون وفي مكاشفات ومصارحات الموضوع المياه يمكن حله ويمكن تداركه بتعاون الدول مع بعضها، بس